هذه قناة شوف تي في. مرحبا بكم في لايف جديد. هذه المرة أمام المركز التذاكر الرئيسي اللي هنا كاين في قطر. دابا جينا كاين مجموعة ديال المغاربة هنايا كيحاولوا على أنهم ياخذوا أو يلقاو التيكي ديالهم ديال الماتش ديال إسبانيا. فكل شيء هنايا كيعيب بحكم أنهم لقاو المارشي نوار بأثمنة خيالية اللي وصلت حتى 2500 دولار. دابا سمعنا شي أثمنة اللي خيالية وكل واحد شنو كيتهم. شي كيقول انهم هنود، شنو كيقول على انهم يعني من السعوديه، كل واحد وشنو كيقول. انتم كتشوفوا، شوفوا هنايا العدد الكبير ديال الناس اللي جا هنا، هذوك كلهم باغيين لي تيكي. دو كاملين اللي كتشوفوا هنايا باغيين لي تيكي. كتسمع اثمنه خياليه ابتداء من 800 دولار. كما قلت لكم هنايا مجموعة كبيرة ديال الجماهير المغربية اللي كتطالب بلي تيكي ديال هذا الماتش. هذا اسمع بشوية عليك. هاج نحاولوا نتواصلوا مع بعض الجماهير باش يشرحوا لنا شنو حصلوا هنا. المهم كما قلت لكم فمعنا واحد من الجماهير المغربيه اللي هنايا اللي حتى هو كيحاول يقلب على التيكي ديال المقابله ما لقاش. شرح لينا شنو لقيتي هنا. حنا عرفناك جيتي من الصباح ما لقيتي حتى شي حاجه. والو لا تيكي ما كاينينش. حنا تفرجنا في الماتش الاول الثاني الثالث، كانوا عندنا التيكي ديالنا من المغرب جايين بهم. كتوصل للدور ما كتلقاش، فاش كتدخل للبلاتفورم ديال فيفا كتلقى كاع لي ماتش الارجنتين والبرازيل اللي كاينين هنا بزاف، وما كتلقاش حتى كاين المغرب. فين كاين المشكل؟ ما عرفتش فين كاين المشكل. هنايا شفتكم اكثريه كيهضر كيحاول يتواصل مع الهنود وداكشي، وكلهم كينفيو على انهم عندهم لي تيكي. ولكن ملي سولنا هنا قال لك سمعنا اثمنه خياليه. واحد بعدا قال لنا، واحد انا سولني قال لي 700 دولار، واحد قال لنا 2500 دولار، واحد قال لنا 800 دولار، واحد قال لنا 1200 دولار. واش هادو هما الاثمنه اللي كتسمعوا هنا؟ هما الاثمنه اللي كاين هنا. تسمعوا هنا تلاقاش مع واحد قال لي 700 دولار. هاد لي بخي هادو سون نو ريزوناب. ما عرفتش كاين شي حاجه واقعه في هذا التيكيت الماتش المغرب. ما عرفناش دخل واش غير في الماتش ديال المغرب. في الماتش ديال المغرب غير في الماتش ديال المغرب. انا لقيت التيكيت الماتش البرازيل، التيكيت الماتش الارجنتين، التيكيت الماتش البرتغال بكاتيجوري 3، وتيكيت المغرب ما بقينا حتى كاتيجوري واحد، ما كاينش واحد. كتدخل كتلقى اكتوالمون ان ديسبوني. وهادو دابا استغلوا الترفيه وبغاو يبيعوا لنا لي تيكيت تاع الاثمنه اللي بغاو. حشومه كاين. كنتمنوا الخير ان شاء الله، وكنتمنوا على انه يلقاو حل لهادشي هذا، و ندخلوا نساندوا المنتخب المغربي ان شاء الله نهار ماتش اسبانيا. شكرا لك يا حبيبي. فانتم كتسمعوا كما شفتوا دابا انه الاثمنه اللي كاينين هنا فهم خياليين بزاف. يعني ملي كتسمع ابتداء من 700 800 دولار. دابا عاد تواصلنا مع واحد الدري من الجزائر، لقيناه هنايا حتى هو واحد باغي ياخذ التيكي ديال المنتخب المغربي باش يدخل يتفرج. فوصلنا، المهم وصلنا بواحد السيد قال لك هذا السيد هذا هو اللي عنده لي تيكي. المهم هو من جنسيه عربيه بلا ما نذكروا الاسم ديال الجنسيه ديالو. كنتواصلوا معاه حاليا في الواتساب، فهو قال لك هو ما بقاوش عنده لي تيكي ديال المنتخب الوطني المغربي، ولكن عطانا رقم ديال صحابه اللي حتى هما من نفس البلاد اللي هما كيتاجروا دابا، خاصه في الورق ديال الماتش ديال المغرب واسبانيا. علاش بالضبط المنتخب المغربي والمنتخب الاسباني ما عرفت موجودين هنايا كاع لي تيكي ديال البرازيل، ديال الارجنتين، ديال فرنسا، اي تيكي هنا بغيتيها بثمن اللي هو نورمال، الثمن العادي ديالهم، الا الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي اللي ما فهمتش. الماتش الوحيد اللي الاثمنه زايده فيه واللي واصله حتى ل 2500 دولار. دابا واحد هنا Thank you.
المهم هادشي اللي وقع هنايا حاولوا نمشيو للجهه الاخرى باش نحاولوا نتواصلوا مع الدراري اكثر. فكل شيء كاع هنا كل شيء كاع حتى واحد ما عنده الرغبه على انه يقول شنو. السلام عليكم. السلام. بغيت نسولك واش شنو المشكل سمحي في البيئة سمحي في الخدمة القوطة الغالية وكيفاش تفرق المنتخب اللي بيا واعر نهار واحد سولنا دابا كنا عارفين كاين اللي كيطلب صح دابا المشكل كاين اللي كيخلصها كاين اخويا حتى واحد ما يشري كاع دابا المعلومة اللي جات حنا ولا قال لك على انه ما كاينش هما اللي حاطين هاد الامور هنايا هما اللي كيعطيو كيفاش كيعاودوا فيهم هادو قال لك من جنسية عربية من الخليج هنايا قال لك على انه هما اللي شراو لي تيكي بواحد الفترة كبيرة شنو كيعاودوا فيهم فيها هنا حنا كنتواصلوا مع واحد على الاقل باش نتمنوا الخير ان شاء الله الدراري ان شاء الله المهم انا الدراري قالوا لي نيكس سيكوريتي هنايا قال لي التيكي هنا ما كيخرجش لا ما كاينش قال لي التيكي قال لي وديك اللعبه اللي تلقات المملكه المغربيه عندنا 5000 تيكي قال لي ما كاينش قال لي في السباق تحطوا 100 تيكي قال لي 100 تيكي محسوبه اونلاين قال لي تباعوا في دقيقه قال لي صافي هادشي اللي كاين نوصلهم لا اي ماي ما وصلتهم حتى حاجه بانه غادي يوصلوا 5000 تيكي قال لي ما فهمتش انا اللي جابوا 5000 تيكي وحنا كنتسناو على الله يتبقى شي حاجه ولا ان شاء الله ان شاء الله يكون خير اخويا صوتي صوت ان شاء الله الله يحفظكم ربي يخليك ها انت ما شوف كلشي كل شيء جاي هنايا على قبل لي تيكي ما الشيء اللي عايشه الجمهور المغربي هنايا فهو كبير وكبير بزاف لانه كل اللي بيت هنا كل اللي كيتسنى غير امتى شي واحد يقول له ها هو التيكي اللي كاين يعني البارح تليفونات ديال الجاليه المغربيه انا ما ريتهاش من بعضياتهم كلشي كيسول كلشي كيهضر كلشي كيعيط كلشي كيسول على حاجه وحده هو التيكي ديال الماتش الا بقاو في هذه الحاله هذه فراه مشكله كبيره اللي غتكون هي انه نهار الماتش المنتخب محتاج الجمهور ديالو ما عرفتش علاش بالضبط هذا الماتش هذا بالضبط اللي تيكي ديالو ما كاينينش ما عرفتش كلشي كيسول ها نتوما يعني هنا كاينين حتى التقينا دابا بمؤثرين مغاربة حتى هما يعني وجالسين بعيد من هنايا كيتسناو على انهم غير يتوصلوا بشي ميساج او بشي حد حتى هما تواصلوا مع ناس بزاف وحتى هما تعرضوا للاستغلال بحال هكا كنقولوها بانهم كتعرضوا للاستغلال حيت التيكي كيدير 3000 درهم او 2000 درهم وتجي انت تبيعو بواحد المبلغ ديال 1000 دولار ولا 1500 دولار ولا 2000 دولار وكما كيبان لينا واحد قال لك واصل 2500 دولار ابتداء من 700 اورو حتى ل 2500 دولار كما قال لنا الدريفة وما تواصلوا مع السيد هنا اللي مسؤول هنا في المركز التذكر الرئيسي قال لك ما عارف حتى شي حاجة قال لك حاجة واحدة اللي كاينة هو أنهم توصلوا السيد قال لك في خلال دقيقة مشات كيف حالك؟ كيف حالك؟
جزائري صافي سير. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير. سير بون انا نحاول نقطع الله يهديك. نقدروا نمشيو عندهم حنا بجوج فهمتي نقول لي انا لا نقدر نمشي انا عنده انا ونبيل عنده الراس فهمتي انا حتما نقول لي انا ما كنهضرش بلون قول لي صاحبي كيهضر على بغينا هادي المهم نكون خربطوا عليه حتى نطيحوا لا راه هو ماما كيهضر بالفرنسي جيني هما الفرنسيين هما الجزائريين عايشين فرنسا هما الجزائريين 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 ومشاهدي قناة شوف تي في حنا توصلنا دابا مع هاد الناس اللي كيتاجروا في السوق السوداء دابا دايرين مع واحد جوج ديال الناس نحاولوا نمشيو باش نوصلوا عندهم السربه باش نعرفوا المهم نعرفوا شنو تحت راسهم نعرفوا علاش داروا بحال هكا نحاولوا اننا نطيحوا في الشبكه عندنا ونشوفوا علاش بالضبط الماتش ديالنا اللي هو مستهدف بقوا معنا واحد شويه ونرجعوا لكم باش نديروا لايف جديد ان شاء الله.